أرجوك أرجوكي بعدو من هادوك السلبيين، بعد ما داك المستهزئ، بعد ما داك المتنمر، بعد ما داك اللي هو فاشل وباغي يفشل حيت هو ما قادش يوصل. والحمد لله كانوا الناس اللي حققوا نتائج اللي تقريبا فاتوني، فهمتي؟ في داكشي اللي زعما كمدخول زعما شعري فاتوني، يعني من داك الكور اللي شرحت. شنو الفرق ما بين هذاك اللي شاف الكور وفات مول الكور وهذا الشيء شي حاجه اللي كتفرح بزاف، والفرق ما بين هذاك اللي شاف الكور ومازال ما جاب حتى شي سير ومازال كيتشكى؟ ما تقلقش، اي واحد اي وحده يقول لك لا ما بغيناش الهضره، ما بغينا ما عندنا ما نديرو هذا الكلام، هذا بغينا نوصلو دغيا نجحو، ما يمكنش. حيت بغيتي ولا كرهتي، انك لا بغيتي تنجح اليوم في الليل ولا غدا نعطيك واحد لاباكيت ماجيك، هذيك العصا السحريه نقول لك صافي اش غادير الفورميل، كون متاكد بانك غدا غتشد هذوك الفلوس غادي تمشي تاوحهم وغترجع ماشي في نقطه الصفر، غترجع اقل من الصفر اللي هو الياس اللي هو الكابه. غتنتخيلك اي واحد ما بغاش الكلام، ما بغاش التحفيز، ما بغاش هاد الافكار، بحال الا باطو غادي عنده واحد ليزار داك الشراع وتقطع له، وغيبقى راسو فين؟ فواحد الشاطئ مرمي ديال الفشل، ديال الكآبة، ديال الفا ابوندوني. في الوقيتة اللي انت باغي تنجح خصك خطوات، هاد الخطوات تتعلمها. منين تتعلمها؟ من ناس اللي عندهم تجارب، ناس اللي عندهم خبرات، ناس اللي نجحوا، وكثر من هكذا انهم بغاو يقسموا معاك هادشي هذا. شنو خصك دير؟ خصك تكون ممتن، خصك تكون شاكر، هذيك لا غراتيتود خصها تكون عندك، تقول كيفاش انني نسلك طريقي كيف ما سلكوهم الاخرين، ولكن ما تبقاش غادي خطوه خطوه بحال مع الاخرين. علاش؟ غتولي بحال ليكو، بحال الظل ديال منو قفز عليهم، فوتهم ولكن بخطه بتدبير. ما تنظنش سي بلال غادي تقول لي ما متفقش معايا، شو حباس لا بقى ليا جيتي تقول الاخر. طبعا طبعا طبيعه الحال، طبيعه الحال كوا هذاك 100% طبيعه الحال. كلدي يحيد الميكروفون، يحيد الميكروفون، يحيد دابا هادو قدامي، هادو قدامي قدام هذاك، عندك الميزاجور يبعد الكيت من الفم، وحنا بعدنا حتى فم غير الكيت ماشي الكيت من فم. المهم الخوت دابا الموضوع اللي كنهضروا عليه هو الموتيفاسيون. دابا الناس لقات بزاف علاش درنا هذا اللايف اصلا، فاش كاين شي واحد اللي كي كومونتيو درنا هاد اللايف هذا اصلا، لقاش ديما خصوصا في انستغرام كيسالوا الناس بزاف، تيقول لك انا كيفاش نبقى موتيفي، كيفاش انا كل نهار نوض ونخدم ونبقى موتيفي، واخا يا بالنسبه في جوج مراحل الاسئله تكونوا زعما في الحالات، في جوج حالات هاد الناس. في الحاله الاولى اللي هي كيكونوا الناس يلاه باديين وما كيكونوا مازال ما حقوش حتى شي درهم، ما دخلوا حتى شي درهم في جيبهم، وتبقاو كيبغيو يبقاو موتيفين زعما، ما كيبغيوش لان بحال كيتحطموا، بحال كيشوف راسو ما دار حتى شي حاجه، تشوف هذيك الموتيفاسيون اللي بدا فيها في الاول تيكون جاي موتيفي، ربما لانه كيكون موتيفي غير الفلوس، وملي كيجي كيبدا يخدم كيتلقاه كيضرب سيمانه شهر شهرين ما كيدخلش داكشي اللي كان كيتوقع، ولا ما كيدخل حتى شي حاجه، كتلقى بسحاقه هو كتلقاها كتلقاها صافي مشات له ديك الموتيفاسيون اللي كانت عنده. والحاله الثانيه هي ملي كيدير الفلوس الشخص هذا ولا شخص اخر، الناس ملي كيديروا الفلوس عاود في الدومين كتلقاه ملي دخل الفلوس مابقاش عندوش، مابقاش موتيفي انه يدور يخدم، كيشوف البنك الكونت بانكير ديالو عمار واحد شويه، شرا شي طوموبيل ولا عنده غير 5000 دولار في جيبو، كتلقاه مابقاش قادر ينوض في الصباح يمشي يخدم ولا يمشي يشد. كتلقى صافي مابقاش قادر يخدم. هذا هو زعما، وهذا علاش زعما كنت هضرت مع الاستاذ تبارك الله عنده دي تكنيك في الجانب ديال الموتيفاسيون، كيفاش انك تخلي راسك موتيفي، كيفاش انك تكون عندك واحد لوطو موتيفاسيون، بزاف انواع الموتيفاسيون اللي ديجا عنده دي تكنيك اللي تبارك الله خدامين، واللي تيستيتهم انا وتيستاوهم بزاف الناس وتبارك الله عطاوهم الفول ديالو. ولهذا بغيت نديرو هاد اللايف هذا باش اي واحد من دوك الناس اللي كانوا يسولوني ولا اي واحد مثلا زعما بهذا الموضوع ديال انه كيفاش يبقى موتيفي في الخدمه ديالو، يا في الاول مازال ما دار حتى شي حاجه، ويا من بعد ما دخل الفلوس مابقاش قادر يخدم، زعما مرحبا به ولا
عندكم شي اسئله في هذا فهاد سميتو فهاد الصدد ياك هاد الصدد الاشرف كان الله يصلح الله يخلي كل منكم هذه الحفيده ديالي اللي مش الحياه بنيتي بين قوسين. قلت بالنسبه كما قال بلال بالنسبه للموتيفاسيون هي دي تكنيك. واخا نتفاهموا واحد المساله، حنا عندنا افكار نسمو معتقدات نسمو نيات نسمو معطيات عندنا في دماغنا، حنا في العقل ديالنا من خلال العمليات ديال الدماغ اللي تيقوم بها عقلنا تيقوم بتركيز واحد الافكار، هذيك الافكار تنعتقدوها. من تنعتقدو هذيك الافكار الا كانت سلبيه كون متاكد بانني غنبقى ديما انا غادي وخايف نفشل كمعتقد، انا ما غننجحش، انا راه يمكن نطيح، انا راه يمكن نوصل وفي الاخير ندير واحد دوميتور، يمكن واحد اخر غيهرسوني، يمكن منافسين الى غير ذلك. انا تنقول لك المعتقد ديالك هاد الافكار ديالك دائما تكون القدام، بل ماشي غير القدام، عمرك ما تموتيفي راسك على موان، موتيفي راسك دائما على لو توب، شوف لو توب، هاد لوبجيكتيف ديالك شوفو عالي، ما تقولش انا قاد نوصل لهنا، ما تنقصدش بانك خاصك تعلي لابار على نفسك، ماشي تعلي لابار وما قادش عليها، كما تنقولو سير قد خطو سكين متفقين، ولكن المثل الشعبي الى حد ما فيه شي حاجه اللي تتحطم، سير قد خطو سكين سي فغي، ولكن الا قمت بعمليه التخطيط والتدبير لا بون جيستيون راه يمكن لي نمشي بعيد. هادشي اش تنقول لك شوف الفوق، ملي تشوف الفوق لو توب ملي تهدف له تجعلو بانه هو الهدف ديالك، شنو تيحصل لك؟ تتولي عندك هذيك لوبسيسيون واحد الهوس ديالاش ديال النجاح. حنا ملي تنسمعو لوبسيسيون للهوس ديما تنشوفو كمرض، انا سيدي بغيت تمرض ولكن باش تمرض غتمرض بالنجاح بلا ريوسيت. ملي تقول غنمرض مهووس بالنجاح غتكون مهووس بلو ديفي. التحدي هذا كيف ما سبق وقلت في واحد الحلقه من الحلقات في القناه ديال اللي في يوتيوب اللي المنتج ديالها هو بلاد، فقلت ان السهم عاده اذا تذكرتو ملي تنبغي نمشي بعيد راه خصني نرجع اللور. هنا تنقول لك ما امكن ملي ترجع اللور عندك تقيس ثم عندك تقيس ثم عندك تقيس المعتقدات السلبيه لا اللي عندك اللي خصك تشطرهم ولا اللي عند الاخرين. بصفه اخرى ارجوك ارجوكي بعدو من هادوك السلبيين، بعد ما داك المستهزئ، بعد ما داك المتنمر، بعد ما داك اللي هو فاشل وباغي يفشل حيت هو ما قادش يوصل. اعتبر انا ما عنديش شي موقف عدائي تجاه السلبيين، ولكن عندي موقف وقائي. الا بغيتي تنجح عافاك بعد منهم، لان ممكن نجي عندك ونقول لك وبزاف جربوا هذا الشيء ما نجحوش، وربما يطلعوا لك في الكومنتير، ربما يراسلوك في الواتساب، جو سي با موا، وغادي يقول لك بحالك انت راه بزاف نجحوا ما كذبش فلان راه شنو حقق من بعد دار فايت. لا تنقول لك بان 99% تقلبوا على الطريق السهل فاسيل. باش تكون انت ناجح حاول تقلب على الطريق ديفيسيل، انت مصنوع لاش للنجاح. ذكر راسك قول كمعتقد عندي انني صنعت للنجاح، انني ولدت للنجاح، انني خلقت للنجاح، ستنجح. علاش؟ كمعتقد يعافاك سي بلال ماشي كل مرة تشوف لي القهوة ديالك عافاك. قلت لك راه هي تسمع تريليت اليوم في الصباح والنهار دابا الاخر النهار وخص ضروري القهوة باش يلاه كنبقى وهذا طنز العكري دابا زعما ما تدرينيش انا تدرينيش خاصني نسمح النهار نشرب زيد شفت تحفيز انا غنتحفز معاك داكوغ. قلت انه شنو اللي تيخصنا نديرو هو انني ما امكن كمعتقد نبرمج راسي، جو لو دي سوفون تنقول برمجة الذات احفز ذاتي لوطو موتيفاسيون ديال انني غادي نجح غنقرا الطريق ديالي غنخطط لها. ولكن هنا قبل ما ندوز ونفوت معتقد لواحد النقطة أخرى ما بعد المعتقد لا بد من شي واحد مسألة سلبية. من هنا ملي تنكون أنا خدام في مشروعي ما تنحطش قدامي واحد جوج الحاجات اللي هي تتعجب بزاف وديما تناقشو انا وياك بالضحك ولكن سي تخي سيريو، هي لورجون اي لامبورتون، لدرجة انا وبلال دائما تنهضرو باستمرار ولا تكونو اونسومبل نديرو هاد القضية بلال تيقول لي واش اورجون تنقول واش امبورتون وتنبداو، لا كانت بالفعل اورجون امبورتون تنديرها، ما كان شيء ما تنديرهاش. علاش؟ لان مضيعة الوقت، لانها غتفشلني وانا ماشي ديال الفشل، انا خلقت للنجاح، خلقت للتحدي. ما تهمناش الا يمكن وقعت واحد مره طحت كما تقول في المثل العربي لكل جواد كهوته، كل عود
عنده طيحه ديالو، خاصك تكون انت داك العلام مزيان وتكون داك السيس مزيان. كيفاش وقتاش تسكن ليه ودير التحنحينه الزوينه هي اللي خصك انت دير. هاد التحنحينه الا غدوزني للنقطه الثانيه بعد المعتقل، عافاك زعف راسك بانك انت داير واحد المشروع باش نجح فيه، ولا فشلت هي نقطه استراحه فقط. لخبود النقطه هذه بالنسبه لهاد النقطه اللي قاعده عليك الاستاذ، دابا بزاف دي دابا بزاف تيقول لك شاس خرب علينا، اش كنت هذا اش كنت هذا. زعما بغيت نعطيها زعما براتيكمون، زعما علاش هاد النقطه خاصها بالضبط تقال لراسك، انت تقولها لراسك. حنا كبرنا في واحد المجتمع اللي دار لينا واحد دار لينا الحدود في راسنا اللي ليميت. انت تيقول لك عرفتي شحال مره كنكون في شي ايفنت ولا في شي بلاصه، ايفنت ما عندوش علاقه بداك الشيء ديال الانترنيت الدومين ديالنا ولا هذا، يعني ما كاينش ناس اللي كيعرفين باللي ممكن يديروا زعما يوليو دي مليونير ولا دي ملياردير ولا هذا. يعني كنكون في شي في جمع فيه ناس عاديين، يعني اما في مدرسه ولا شي ناس ما عندهم حتى شي علاقه بالدومين ديال هذا. ملي كنجي وكنقول لهم راه ممكن تكون مليونير، عرفتي كيشوف فيا. واحد النهار كنت في واحد الليسي وكان كنا جالسين ندير واحد طابل روند، وقلت لهم راه ممكن اي واحد هنا ممكن يكون مليونير. واحد دار هذيك هنا هز حوايج وخرج بحال، وقال لي اش كيخربق عليا هذا، واش باغي مرني سيريو، عرفتي تعصب نهار وخرج بحال، ولا عاوتاني دار ورجع جلس حدايا وسولني قال لي شحال ممكن كاع ندخل في الشهر. قلت له انت اللي تخيلتي، انت مع راسك زعما اللي تخيلتي. وين نوض عاوتاني جمع حوايجه وتعصب وخرج بحال هذا. علاش؟ حنا واحد المجتمع اللي كبرنا عندنا واحد عندنا لي ليميت في الدماغ ديالنا. ما فهمتي ما كيقول لك اي حاجه، تقول لك وداروها الاولين بقاو غير زعما زعما ولا ما عرفتش كيفاش. واحد المقوله ديما تقول لك زعما وداروها الاولى زعما بقاو غير الحواله ولا ما عرفتش كيفاش يقولوا. المهم من صغرنا ديما كاين التحطيم، ديما كاين بلي راه ما يمكنش دير. انت جهدك غتكون سالاري، جهدك غتخدم عند شي واحد عطاش، جهدك غادي لا ترسي ما عمرك. يعني ما كاينش شي مغربي زعما من كنهضر على زعما ولاد الشعب، ما كاينش شي ولد الشعب اللي زرعوا له زعما والديه على اساس ممكن تكون عنده شركه وممكن يكون واحد المقاول كبير، ولا ممكن يكون مليونير، ولا ممكن يكون عنده فيلا ولا هذا. ديما حاقدنا على المليونير، حاقدنا على الملياردير، اي واحد داز بشي حديده زوينه حاقدنا عليه، وزرعنا في راسنا باننا حنا غادي نعيشوا غير زعما غادي نعيشوا دي سالاريي، يعني نعيشوا خدام في شي مرصع ولا عايش في شهاده. هادي هي هادشي باش مكبرينا. وفي هاد النقطه بالضبط ملي كتقول راسك انا راه غادي كنزرع في راسي ديك الفكره وكنامن بها، زعما كنحاول نقول انا غادي ننجح، يعني كنقولها وكنقولها بالجهر ماشي غير في نفسي. المهم انني كنمشي انا في 2014 باش يلاه بديت كنمشي قدام مرايا وكنغوت بالجهد هكا باش كنسمع راسي، باش ودني يسمعوني ماشي غير في نفسي. كنغوت نقول انا غادي نوصل لديك المرحله، وانا غادي ندير هادي، وانا غادي ندخل لهاد المونطو، انا غادي ندير انا غادي ندير. يعني كنت نقول هاد الجمل بالجهد باش ودنيا كيسمعوهم، وليك بحال كنبروغرامي راسي في داكشي اللي كان عندي باش كنت صغير. دوك لي ليميت اللي كانوا عندي صغار بحال اللي حطمتهم. وبالتالي ديما كتلقاني فيما كنكون خدام وفشلت، ما درت فشلت في شي حاجه ولا هادي، كنوض كنمشي لواحد كنتعصب، كنولي نمشي لواحد المرايا، عندنا واحد المرايا صغيره في الدار كانت عندنا، كنمشي لواحد المرايا كنشدها هكا وكنبقى نهضر مع راسي. انا غادي ندير، انا ما غاديش نبقى هكا، انا غادي نوصل لهادي، وانا غنوصل لهاد المونطو لهاد المونطو لهاد المونطو. فهمتي هادوك كانت هضره اللي كانت زعما يسمعني شي واحد اللي كيعرفني زعما ومع عائلتي ولا هذا، يقول هذا راه حمق، كيفاش باغي كيقول راسو ديك الهضره، واش هذا حمق يدير داكشي كامل كاع. صدق داكشي ملي فاتت غير شي شهور ولا ديجا درتو، ومبقى كيبان لي حتى شي حاجه زعما، مبقى كيبان لي شي حاجه اللي كاع حشومه كاع تفكر فيها زعما، كاين شي حاجه ما كبر بقات تبان ليا وكاين ما كبر. يعني اي واحد زعما كيقول لك هذه النقطه زعما راه هي كيخرب عقل هادي، فعلا غادي تبان لك كتخربق، لانك مبروغرامي زعما مبروغرامي على اساس تكون سالاري. جوستيمون واحد التعليق عجبني بزاف بلاد، بين قوسين واحد سولت قال لك واش طاريان ولا نورمال هذيك؟ حنا تنشربوا رويال انا وياك. رويال اللي تيقول لك ان هناك من تبرمج على الفشل، هناك من تبرمج على انه ما يمكنوش شي ماشي هناك، راه كلنا تبرمجنا باش ماشي غير هناك، راه تقول هناك من تبرمج على النجاح، اما الاغلبيه راه هناك راه كلنا تبرمجنا على الفشل. من نهار زدتي، من نهار مشيتي للابتدائيه، ما عمرك تلقى شي معلم في الابتدائي غادي يقول لك بلي انت تكون ملياردير ولا
من المدرسه كيبقى يعلموك باللي انت خصك تكون سالاري. لا الشيء الا عطاوك شي حلم واعر بغاو يتهلاو فيك، يقول لك تخدم عند لو سي بي، ولا يقول لك راك غادي تخدم عند شي شركه كبيره في المغرب. شي لا تهلاو فيك، عطاوك شي حلم طردك زعما انت في اي بي عندك الاستاذ، غادي يقول لك شوف انت ولدي عندك واحد المستقبل زاهر في لو سي بي، ولا يقول لك شي حاجه بحال هكا. ما عمرها يقول لك راه يكون عندك شركتك انت ديالك، ولا راه ممكن ديرها يعني في الحياه الدراسيه ديالك ولا حتى في الزنقه. يعني نقول هناك منتظر ما جاء على الناجح، هذا قلالين. وغير ذلك فاش ملي تيوقع هو بحال شي واحد هنا قال اودي راه النجاح هو الفلوس. غنقول لك سي فري النجاح هو الفلوس، ولكن سمح لي الا قلتي النجاح هو الفلوس نعطيك مثال معروف جد بشكل كبير اللي هو دار هذوك الناس اللي مشاو ربحوا في اللوطو وربحوا مثلا في تير سي، ربحوا نسبة عالية كبيرة جدا، وماشي انا تنقولها بالدراسات والاحصائيات، ان كلهم اصبحوا مفلسين فيما بعد. علاش؟ لانه ما عنده شيء عقلية الوفرة، عنده عقلية الندرة، اي ان المشكل ديالو هو ناخذ الفلوس، والفلوس ماشي انت ما تقلبش عليهم، غير يقلبوا عليك باش توظفهم ويكون هناك العطاء. مثلا ما تنكرش ان مثلا كلشي تاع فرد، ماشي انت تقولش حاجه جديده، ان بلاد عنده ما يعرف بالعطاء. العطاء انه هو تيقول هادشي للناس، كيفاش بغيتي ما يكونش ناجح؟ واحد حاجه اخرى عنده عقليه الوفره، سادير جو دو غاني مي نو با لارجون، جو دو غاني مو ميم، جو دو غاني لا ريوسيت، تولي مبدا. بين قوسين ميرسي بور كاع الناس اللي تيقولوا لي زعما تبارك الله ميرسي بوكو سيدي سيدي. ف هذا النجاح ملي تبغي تخطط له خطط له هنا، ما تخطط له كيما قال لي لا توقف قدام المرايه ديما تيقول خصني نوصل خصني نوصل خصني نوصل، برمجها 1000 واحد هذاك الكور من 170 ألف واحد، راه شكون يحقق؟ راه شكون حقق؟ إلا وصلنا غير شي 3% اللي حققوا زعما نتائج زوينة، راه تبارك الله والحمد لله. كانوا الناس اللي حققوا نتائج اللي تقريبا فاتوني، فهمتي؟ في داكشي اللي زعما كان مدخول زعما شهري فاتوني، من داك الكور اللي شرحت. شنو الفرق ما بين هذاك اللي شاف الكور وفات مول الكور، وهذا شي حاجة اللي كتفرح بزاف، والفرق ما بين هذاك اللي شاف الكور ومازال ما جاب حتى شي سير ومازال كيتشكى، كلشي هنا الفرق بين نفس الشيء عندك انت اللي عندك عنده، عندك بي سي عنده بي سي، عنده فيديوهات في يوتيوب عندك حتى فيديوهات في يوتيوب، نفسهم نفس الكور نفس كلشي. ولكن شنو اللي كيختلف هو المايند سيت. المايند سيت هو ديال ملي كتطبق داك الشيء كيفاش كتعامل معاه انت، راه غير المود ديالك راه كيلعب دور، غير 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 الكان ديالك راه كتلعب دور، ماشي انت خدام ومخزز تقول وهاد الزمر بغا شي يخدم لنا ولا شي حاجه بحال. يعني ملي كيكون ملي كتكون المهم من الاخر كلشي على المايند سيت، كلشي على كيفاش كتعامل انت من ديك المعلومات. كاين الناس اللي من الاول ما بادين وما فهمتي كتلقاهم ما حامدينش، تلقاهم تيقول لك اجي نجرب هذا الشيء واش كي غادي يكون، كيخسر 10 دولار كيطلع لد، فهمتي؟ ما كلشي هنايا. الاخر كتلقاه مبسوط غادي فهمتي خدام بالعقال شويه عليه، اي حاجه سبان لها ما كتسماش خساره كتسمى انفستيسمون، كيتعلم منها كيحاول يلعب كيشوف شنو الحوايج اللي خدموا شنو الحوايج اللي ما خدموش، كيفاش اوبتيميزي لك الشيء اللي خدام، كيفاش هذا كيفاش هذا، وهذا هو الفرق صراحه. وهذا الشيء اللي نقدر نقول لك صراحه، وعيد النظر عيد النظر في داك الشيء. شكرا بلال، بزاف هنا تيطرحوا واحد سو فوكاليسي واحد لا كيستيون مهمه جدا، كيفاش نبرمج راسي. وحاجه اخرى واحد السيد بغيت نجاوبو قال لي ودي الا كان الاب ديالك هو الديموتيفون، الا كان المحبط هو الاب. انا نعطيه جواب نعطيه المثال ديالي انا وي هي اللي هضر على هذا التحفيز السلبي. باي يلا باي 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 باي، فالتحفيز السلبي باي باي شي عاز. فقلت هنا هاي الاسمية ديالها، فقلت هنا لا التحفيز السلبي سي صعبة فاش ناقشناها. انا تنقول لك الاب ديالك قبيلة بروكتيفي، انا ما قلتش قبيلة انك دير البلونك ولا تحيد هذوك اللي تيحبطوك اللي ديموتيفون ولا هذوك اللي تيكونوا تيديروا لك البارير. اي سي فري انا قلتها بشكل، ولكن ماشي بشكل مطلق اللي نفهموها حتى مثلا الاب ديالك ولا الام ديالك، بالعكس هذاك خرج له محفز سلبي. كيفاش؟ هو انني كيفاش غادي نوريه بانني غادي في الطريق مزيان، معنى اخر ما نواجهوش. ربما يكونوا بزاف ديال الناس لاقاش يكون
كنكون في الزنقه كيتلاقى بيهم بزاف ديال الدراري وكي ونكون لحد الساعه تلاقيت شي 20 واحد زعما من النهار زعما فهاد العامين اللي فاتوا نكون ولا هاد العام اللي فات نكون تلاقيت شي 20 واحد اللي قال لي نفس المشكل عنده ساكن مع باه امه وبجوج هما وهداك هذيك النيجاتيفيتي اللي كاينه في حياتهم فهمتي هما اللي كينكدوا عليهم خصك كنقول لهم كنخليه يبقى يعاود ليا على امه وباه تقول لي شوف الوالده اش كتقول لي والوالد تنقول له كنخليه يسالي تقول له وراه خصك تثبت ليهم تثبت لهم خصك تثبت ليهم من الاخر خصك تثبت ليهم كنخليه يسالي ونقول له خصك تثبت ليهم يقدر يكون فيهم شي واحد هنايا من هذوك الناس اللي تلقى في الزنقه كامل كنقول لهم نفس الجمله راه خصك تثبت ليهم هذاك الشيء اللي درت انا باش بديت 2014 كان واحد الغلط اللي درت هو مشيت كنت مع الوالد ديالي في الدار وانا في البيت خدام هو كيجي كيدق عليا كل جوج سوايع ثلاثه سوايع في الصباح في الليل كيجي كيدق عليا كنحل الباب وكيبقى يغوت عليا واش انت غادي تبقى واش تدخل الفلوس داك الشيء مشقوق شاعلي خاصك تخرج تخدم خاصك تخرج سمحتي في قرايتك انا زعما سمحت في الاي اس تي سمحت في الدبلوم ديالي جيت بس في الدار شي حاجه اللي نورمالمون كتشوكي الوالدين اللي شحال هما كيتقاتلوا معاك وساكن في الانترنا وكيعطيهم فلوس المصروف وهذا 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 وجيت له حتى الدوزيام اني فينانشال ديبلوم فقريت شهرين وخرجت في حالاتي يعني كانت هذه الصدمه الاولى الصدمه الثانيه بقيت جالس في الدار وشاد بي سي وسد عليا ما كناكل ما كنشرب عايش القهوه والتيبان وفهمتي وكان كل جوج سوايع ثلاث سوايع ربع سوايع كيجي كيدق عليا خصو يجبد معايا الصداع بشي طريقه باش انني نخرج من الدار ونمشي نقلب على شي خدمه ولا شي حاجه كان هذا زعما من اكبر زعما الحوايج اللي زعما كانوا واقفين لي في الطريق في الاولان ولكن الفكره اللي كانت عندي هو كيغوت وانا كنشوف فيه كنقول داخل نقول انا غادي نثبت ليه كنساليه كنحاول نسلك معاه داكشي اللي كيقول في اقرب وقت ممكن نسالي المحادثه وكندخل كنعطيه شي سبه راني خدام راني شي حاجه راني هذا راني كنمشي ندبر كاع في شي 1000 درهم ونقول له انا تخلصت مثلا الشهر الاول راني مازال غير ستاج مازال كذا راني خدام مع شي شركه راه كيخلصوني شركه كنقول له بحال هاد الامور هادي بعد ذلك كنبقيو ومن زعما كيما تقولوا من الطرف الطرف شنو كيقولوا الطرفه ياك وانني ملي جمعت تقريبا كنت نتخلص كنت نخدم تي سبرين وكنت مازال ما تعلق ممكن جمعت واحد 6000 دولار 6 المليون جمعتها في واحد لاكارت عندي في البايونير وكان مازال حتى ما 7 المليون كنت جمعتها وبقى كيغوت عليا وانا نديه معايا للكيشي ودرت ديك لاكارت في الكيشي ودرت الرصيد ديال بايونير وطلعت 60000 كدا و 60000 درهم 6 مليون وشي حاجه طلعت قلت له الوالد شوف شحال هادي اش حاجه قال لي قلت له انا عادي انا تخلص شحال وانا جالس معاك في الدار وما كملناش ما عرفتش شحال من شهر كنا المهم جايه شي عام ولا عام ونص ما عرفتش شحال قلت له شوف شحال هذا